من هنا كانت الجرأة الشديدة جدا لعلي عبد الخالق انه يتناول هذا الموضوع، بالذات انه هو موضوع one location او مكان واحد، وبالتالي المكان الواحد ده في كتابة السيناريو شديد الصعوبة، لان طبعا السينما تعتمد على الايقاع، والايقاع ده يعتمد على من ضمن الاشياء يعني عدد مشاهد الفيلم قد ايه، هل هم 50 60 100. طبعا كل ما بتزيد اعداد المشهد كل ما ده بيساهم في تدفق الايقاع. ايضا اماكن التصوير، يعني التنوع في اماكن التصوير بيساعد على التنوع الايقاعي، عناصر كتير جدا. وبالتالي اما يبقى الفيلم في لوكيشن واحد فده بيفرض على المخرج قيود شديده جدا وصعوبه شديده جدا في خلق ايقاع للموضوع.